ايه رايكم ناخد جوله كده العباسيه صلاح سالم طريق المطار؟ قلت كده نشوف ايه اخبار الدنيا والطقس والجو واللي احنا فيه في بهدله الشوارع. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني في بعض الطرق الحمد لله الشوارع ناشفه، وبعض الطرق تاني بيبقى فيه تجمعات للميه عامله برك. وانا راجع امبارح كان بقى من ضمن التجمعات اللي عامله برك قدام الكليه الحربيه، وده معتاد عليه بقالنا سنين، ومع ذلك محدش لقى له حل لحد دلوقتي. الموضوع صعب جدا يا جماعه. ايه ده اللي احنا فيه ده؟ فعلا يعني ده مش عارفين لها حل، الموضوع صعب. عارفين ان كل مره بيحصل تجمع هنا ومع ذلك ما اتعمل لهمش بلاعه او صرف المطر. ما علينا، يعني مش عارف اقول ايه، يعني ما بتعلمش. قدام كوبري العباسيه برضو امبارح كان نفس الموضوع. يعني الحمد لله اللي اتردم نفع العروبه، ده نعمه من ربنا انه اتردم. نعمه كبيره جدا طبعا ان اتردم، لان لو ما كانش اتردم كان هيبقى بركه زي كل سنه. الحمد لله يعني. دينا بنتفرج على حال الدنيا. ده كوبري العباسيه قدامنا طبعا، مصلحه الاحوال الشخصيه على الشمال. عايز اقول لكم فوق الكوبري ده كان في مجموعه زلط رهيب رهيب، اقسم بالله كان الناس بتعدي بالعربيات بيخبط في العربيات. يعني كل واحد بيعدي على الزلط ده بيقوم جاي على فرده الكاوتش طيب مطير زلطايه في العربيه اللي جنبه، ولسه واخد 3 زلطات الحمد لله. ربنا يستر بس ما يكونش جات في ازاز ورا ولا حاجه، مش هعرف بقى. بص هنا كان في شويه ميه حلوين برضو الحمد لله نشفوا، او الله اعلم بقى جت عربيات جت مسحتهم امبارح ولا ايه الوضع، ما حدش مش عارف بصراحه، بس غالبا ان في عربيات جت شالتهم امبارح. خدت المطب حلو قوي. انا مش عايز ادوشكم كتير، هي القناه اسمها رغال يوتيوب، بس انا مش عايز ادوشكم والله. يعني انا قناتي رغال يوتيوب وخطبتي يوتيوب، فانا ان شاء الله احتمال احط الفيديو هنا واحتمال احطه هنا على حسب الظروف. بس انا قلت يلا نغير جو شويه ونشوف الدنيا فيها ايه، ولو حبيتوا تبقوا معايا ولا اتكلم مش عارف، مش عايز اضايقكم. بس الحمد لله يعني الدنيا ناشفه، هي مش غرقانه زي ما توقعت قوي. امبارح انا جاي كانت الدنيا في برك زي بقول لكم، تجمعات برك. يعني ربنا يكرم الناس اللي تقريبا سهرت بالليل ولا عربيات الشفط امبارح قامت بالواجب وزياده. بس انا حزين ان يعني المفروض حد ينزل كده، مهندس مش جينيوس، اقل حاجه متعلم في هندسه ينزل يبص كده، المفروض يكون تبع كل حي الكلام ده، ينزل يشوف التجمع بيحصل فين بتاع الميه. بلاعه بسيطة جدا، مش هتتكلف والله العظيم مش عارف اقول ايه، يعني مش هتتكلف 3000 جنيه. ها يلا 3000 جنيه البلاله الواحدة، ده لو حصل 3000 جنيه، ده 3000 جنيه دي كتير جدا. بس هما بيدوا مشاريع لمقاولين بيعملوها لهم ب 3000، وهي في الاخر تلاقيها ما تسواش اكتر من 300 400 جنيه الواحدة. احنا عايشين في عالم يعني سبحان الله بجد. يعني صلاح سالم ده من احسن الطرق اللي موجودة في مصر، يكفي ان ما فيهوش اشاره واحده. يعني تقريبا بتاع 30 كيلو 40 كيلو الطريق ده ما فيهوش اشاره واحده، ومع ذلك بتلاقي برضو في بعض المشاكل زي تعديه الطرق الطريق، واللي بيسبب مشاكل كتير جدا وحوادث كتير جدا. يعني اقل حاجه مره في الاسبوع لازم تلاقي حد خبط، ده في الوقت اللي بمر فيه بس. يعني ممكن يكون في وقت تاني ما بشوفش الدنيا فيها ايه، فبتلاقي حوادث. يعني انا بمر في الطريق ده مرتين، مره رايح ومره جاي، مرتين في اليوم. تمام؟ فما بتضمنش برضه يعني الدنيا، يعني ربنا يعني يكون في عون الناس اللي بتعدي. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، الناس اللي بتعدي دي ربنا يكون في عونها والله. في ناس بتقف بالساعات، وخصوصا الانسات والسيدات. بيقفوا فعلا مش بهزر، بيقفوا بتلت ساعة وبربع ساعة، ده اللي عنده الشجاعة كمان يقف كل ده. بس في ناس تانية ما عندهاش الشجاعة بتقف بالساعة فعلا.
لحد ما حد ابن حلال كده يعديه. برضو الاشارات بتبقى كويسة يعني، انا بتعطل على العربيات لكن بتيسر على الماشيين الطريق او اللي بيعدوا الطريق الناحية التانية. طيب الحمد لله الحمد لله، تقريبا كده اتمحت اثار المطرة، مبقاش غير رونق الزهور والاشجار اللي زادت تألقا بمياه الامطار. امانة دي اجمل حاجة، الشجر اتغسل والورود اتغسلت وبقت حاجة جميلة بجد. فماشيين اهو نشوف الدنيا فيها ايه، وربنا ييسر الحال ان شاء الله، ونعدي بقى على خير من العاصفة او الامطار اللي جاية علينا ديت، والجو الثلج اللي احنا موجودين فيه. هو متهيألي الجو حر شوية، ولا يمكن عشان انا قافل ازاز مش عارف، بس لا متهيألي الجو حر، مفيش البرودة بتاعت كل يوم. والله امبارح كان الجو حلو برضو الصبح، ومع ذلك الدنيا قلبت. الجهاز المركزي للاحصاء على اليمين، هتلاقي على الشمال عبارات العبور الشهيره و وزاره التنميه تقريبا، حاجه زي كده. هنتابع مع بعض بس كده، وبناخد جوله في الطريق. الشمس جميله، الشمس كده عايزه قعده ايه بقى، تضرب طبق فول بالستر حار، طحينه كده، شوية بصل، عذرا يعني البصل، معلش هناكل لبان بعدين، مش مشكلة يا جماعة، هناكل بلبان بعدين. و بصل انا رايح الشغل، انا اكيد الناس بتقول كده، ما انا قلت هاكل لبان بعدين، محدش بقى يعني ايه، عدوها بقى، عدوها عدوها. تمام؟ فشوية بصل بقى جنبه كده، وشوية جرجير، وطعميتين ثلاثة سخنين، والعيش المفقع ده بقى، الله 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 الله، اديني 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 بقى اللقمه الحلوه دي بقى. وبعديها تحبس بقى بايه، بفنجان قهوه كده زياده. الزياده لما تيجي تطلبها على القهوه ما بتقولش عليها كده، الزياده قوي دي بتقول عليها ايه بقى، سرياقوسي. تقعد كده في الكافيه تقول له قهوه سرياقوسي، سرياقوسي يعني السكر اوفر، يعني يمكن يكون اكتر من بن اساسا، ده حقيقي. فالقعده عايزه كده بقى، وسجاره بقى من اللي انا بحبها كده، واقعد بقى مخمخ بقى. يمكن ما مخمخ اعرف اعمل فيديو كويس بدل الفيديوهات الخايفه. انا ما بجيبش مشاهدات خالص، حتى لو قلت اتفرجوا على الطريق احسن ما اتفرجوا على خلقتي، ما مش عارف، ما عنديش كاريزما، مش عارف، يمكن الوسامه بتاعتي بزياده شويه فمفوره قوي. مش عارف. المهم يا جماعه احنا بنتسلى اهو، الشمس حلوه جميله جميله، يا خبر ابيض. تيجي تدور في مصر على حديقه حلوه تحب تروحها ما تلاقيش، يعني انسى الموضوع ده. يعني الازهر بارك ديت حديقه جميله جميله، لكن للاسف مع انها بقت يعني مش رخيصه، يعني ب 25 جنيه التذكره مش رخيصه، لما تروح بخمسه من افرادك يعني ولا 10، لا كتير كتير المبلغ. مع ذلك بقى مستواها يعني غير حضاري، يعني غير حضاري ده سلوك الناس ما تفهمش، غير حضاري ده لا، هي الحديقه والله الناس تعبانين فيها وشقيانين، بس متهيألي فاهم في اسلوب ناس غير حضاري في التعامل مع الحدائق والجمال ده، وحتى الاسلوب بتاعهم بقى تهريج ماسخ، وتلاقي شباب معاه بنات وقاعدين وانت قاعد مع صوتك، فمش عارف يعني واحد حاطط ايده على كتف واحده ومش عارف ايه وايه وايه، الواحد مش عايز يتكلم في اكتر من كده بصراحه. فانت ما تبقتش جنينه بقت حديقه، يعني سوري انا اسف، بقت لمه اخر كده يعني. في ناس غلابه بيقعدوا بشياكه وباحترام وادب، ده مش كل الاسر يعني، لكن انا حزين جدا على الوضع اللي وصلت له القاهره من الاختناق، من عدم وجود منفذ النبات والاشجار، والواحد يسترد عافيته شويه بالنظر للخضره، يعني النظر للخضره دي لوحدها حكايه. انا من الناس نفسيتي بترتاح جدا لما بتفرج على حاجتين، ويا سلام لو كانوا مع بعض، الخضره والميه. ماليش دعوه بالتالت يا اللي بتقولوا الراجل حسن، انا ماليش دعوه بيه، ماشي، انا ماليش دعوه، انا اسرتي ولادي بالدنيا، وهم الراجل حسن بالنسبه لي. تمام. سلام بقى لو الشمس والخضرة دي، وتسمع بقى أم كلثوم يا صلاة النبي أحسن.
ده يبقى جو جامد جدا جدا. انا بحب كده بقى، مطر تمطر تغسل الجو، تطلع الشمس تغسل الازهار والاشجار، تطلع الشمس وتستمتع بقى. زيت الحار زي ما قلت، شويه فول، عربيه، عيش مفقع، والقهوه بتاعتك وسجارتك، وسمعني سلام مطر رخي رخي بجد. فجميل قوي انك تلاقي الجو جميل صراحه. مش عارف اوريكم بقى، نفسي اوريكم التجمعات المعروفه، ومع ذلك ما بنلاقيش. طبعا تحيه للناس بتوع النظافه طبعا، يعني مين كانوا بامانه ربنا، ربنا يكون في عونهم. اكتر ناس بتشيل الهم، بتشيل التين بالفعل، بتشيل التين، مش بهزر والله. الشوارع دي لما الميه بتنجرف في حته معينه كده، فبتعمل البركه فبتاخد معاها التراب، فبيبقاش ميه، ده بتبقى طينه، طينه بالفعل. فدول اكتر ناس يا عيني اللي شايفهم تعبانين في الحوار ده. احنا بنروح البيت ناخد الدش، نروق، نعمل، هم تلاقيهم شغالين طول الليل في تنظيف المياه الامطار والطينه اللي عملتها. هنا اكتر مكان تقريبا كده في الطريق في ميه على اليمين اهي. الناس ربنا يكرمهم ويديهم الصحه يا رب، دعواتنا ليهم جميعا بتوع النظافه، ربنا يديهم الصحه يا رب ويبارك لهم في صحتهم. كده احنا خلاص كده صلاح سالم هيجي يفترق بقى، يا طريق المطار، يا تخش على جوزيف تيتو وتخش على موقف العاشر وطريق اسماعيليه. تمام، انا ان شاء الله طريقنا طريق المطار باذن الله. الله المستعان. انا سعدت جدا بيكم وبالجوله معاكم. فنطلع بس طريق المطار عشان في بعد الكمين، فمش هينفع نصور بعد الكمين. الجو جميل، الجو جميل. على شمالنا يعني منا بقى مساكن شيراتون، على شمالنا الكليه الحربيه واستاد الكليه الحربيه. ايه جوله يعني كده لذيذه قلنا نعملها مع بعض كده. انا سعدت جدا بيكم وبلقائكم. اول ما هننزل الكوبري هنلاقي بعديه كده ب 500 متر الكمين، فمش هينفع طبعا، ما يصحش نصور الكمين. فربنا يسهل ان شاء الله. هبص بركه الميه فين؟ في اخر الكوبري، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، مش هتشوفوها. بركه ميه اهي. ايه بقى اما تعمل بلاع هنا؟ يعني ايه اللي هيخليك تخسر كتير لو عملت بلاع؟ انت هتكسب العربيه اللي هتيجي تشفط المايه دي وبنزين وكل مره كده، حرام، تبلعه وتخلص. معاكم هاني، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا ليكم، وفي حفظ الله وامن، ما تنسوش سبسكرايب واللايك والشير. كانت جوله ممتعه، الف شكر ليك، سلام الله.